مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 1 اليونت الخامس الدرس الأول عنوان الدرس Other Countries بلدان أخرى. بالبداية من عنوان الدرس مبين أو واضح أنه الدرس راح يتحدث أو تقريبا اليونت كله راح يتحدث عن البلدان الأخرى، حقائق راح ناخذ عن كل بلد، مثلا اليابان ومنطين هنا بهذا الدرس أربع بلدان، فرنسا، إنديا، الهند، جابان، اليابان وعمان البلد العربي. فبالبداية بهذا الدرس منطينا فقط ضمن الأربع بلدان، وراح يطلب من عندي مجموعة طلبات، وراح نلاحظ أن كل اليونت يتحدث عن البلدان، الحقائق المتعلقة بكل بلد، عدد سكان البلد المعين إلى آخره. فمن بداية اليونت واضح أنه يتحدث عن البلدان، فهنا يقول لي other countries بلدان أخرى. بالفقرة الأولى يقول لي talk about photographs، تحدث عن الصور الفوتوغرافية، منطيني أربع صور فوتوغرافية. يقول لي which countries do you think the photographs show، ما البلدان التي تظهرها هذه الصور، يعني منطيني أربع صور لمعالم مشهورة بهذه البلدان. يقول لي شوف هذا المعلم تابع لأي بلد من البلدان الأربعة اللي منطيك إياها بأسفلهم، يعني مثلا الصورة الأولى هذا الجبل من يعرف بيا بلد من ذي البلدان الأربعة، فإحنا نعرف أو مار علينا سابقا أنه هذا الجبل أو المعالم الطبيعية غالبا ما تكون في اليابان، فأقول جابان. الصورة الثانية صورة هذه القوارب والمناظر الطبيعية عائدة اليابان، أقول هذه عائدة لعمان البلد العربي، هذا المنظر تابع اليابان تابع لفرنسا، فرنسا عادة ما تكون فرنسا مشهورة بالأسواق والبنايات الحديثة. أما الصورة الرابعة والأخيرة الهند مشهورة بالفيلة، احنا ماخذيها سابقا مراحل الابتدائية، إذن الصورة الرابعة تابعة أو تعبر عن إنديا، إنديا معناها الهند. إذن مثل ما طلب من عندي يقول لك فقط تحدث عن الصور، يعني هذا مجرد نشاط صفي. الأستاذ يسأل بداخل الصف يقولهم look at picture number one، انظر إلى الصورة رقم واحد. Where do you think is this place، أين تعتقد هذا المكان؟ فالطلاب يخمنون، هو ما عندهم معلومة سابقة لكن يخمنون، فلما يوصل للتخمين الصحيح يقول له correct صحيح. مثلا واحد يقول له India يقول له wrong خطأ، واحد يقول له عمان يقول له wrong خطأ، لحد ما يقولون جابان يقول لهم إجابتكم صحيحة، وكذلك مع البقية. Where do you think this place؟ أين تعتقد هذا المكان؟ فطالب يقول له عمان وهكذا. إذن هذا مجرد مقدمة للدرس، يطلب من الطلاب أن يخمنون هذه الأماكن بيا بلد موجود من البلدان الأربعة اللي منطنيها بس في الصور. وراها بالفقرة الثانية يقول لي Where do you think they come from؟ من أين تعتقد جاءوا هؤلاء الأشخاص الأربعة؟ من هم الأشخاص الأربعة؟ إيميل، سلطانة، راجي ويوكي. طبعا احنا نعرف انه كل بلد سواء كان بلد عربي، بلد اجنبي، بلد اوروبي، الاسماء مالته متميزه بها هذا البلد. يعني مثلا راجي هذا اسم شائع بالهند، فاقول له راجي comes from India، راجي جاء من الهند. يوكي comes from Japan، يوكي جاء من اليابان وهكذا. سلطانه هذا اسم عربي فجاي من عمان او جاي من عمان، she comes from Oman. إيميل هذا الشخص إيميل، مين جاي؟ هذا جاي من فرنسا، من فرنسا. إذن همين من خلال ملاحظتك لأسماء هؤلاء الأشخاص راح تعرف كل شخص من أي بلد. هنا أكو شغلة أو فقرة جدا مهمة، إنه الأستاذ شلون راح يسأل عن بلدان هؤلاء الأشخاص والطالب شلون يجاوب عنه جواب صحيح. لازم إحنا نعرف إذا واحد يسأل عن دولة شخص معين شلون أسأل بطريقة صحيحة وشلون أجاوب عن هذا السؤال بطريقة صحيحة. وهنا ننتبه لفقرة جدا مهمة، إنه هذا اللي راح نشرحه هي عبارة عن ملاحظات قواعدية مهمة جدا بالامتحان التحريري. هسا أنا إذا أريد أسأل شخص عن بلده، إحنا ماخذيها سابقا Where are you from، من أين أنت، بالأول متوسط منطيني طريقة ثانية. إذا أريد أسأل شخص عن شخص آخر أقول هذا الشخص من أين هو، يعني أنا حاليا أريد أسأل عن راجي أو أريد أسأل عن يوكي أو أريد أسأل عن سلطانة، شلون أسأل عنهم بطريقة أو بجملة صحيحة. هسه حاول تحفظ وياي على الملاحظات. للسؤال عن بلد شخص معين، إذا أريد أسأل عن بلد شخص معين
نتبع القاعدة التالية. شو تقول القاعدة؟ حاول تحفظ القاعدة، لأن الأستاذ لما يسألك بداخل الصف راح يسألك باتباع هاي القاعدة، وأنت لما تجاوبه لازم تجاوبه كذلك باتباع قاعدة الجواب. هسه نجي، إيش راح يسألني؟ يقول لي وير، انتبه وياي، وير معناها أين أو من أين، وير زائدا إما داز أو دو. هسه إذا أسأل أي طالب من عندكم أقول لك ماخذين الدز والدو بالسادس ابتدائي، من يتذكر؟ الدز ويا من تستخدم والدو ويا من تستخدم. تعتمد على ما بعدها، إذا كان الاسم اللي بعدها جميع أخلي له دو، وإذا كان الاسم اللي بعدها مفرد أخلي له داز. يعني مثلا أنا أريد أسأل عن يوكي، أقول لك وير داز يوكي زائد التكملة اللي هي كم فروم، من أين جاء يوكي؟ أنت لازم تجاوبني بطريقة صحيحة. أو أريد أسألك وير داز راجي كم فروم؟ شوف أنا ليش دا أستخدم داز؟ لأن راجي ويوكي دول اسم مفرد، بما أنه اسم مفرد أستخدم ويا داز. هسه عرفنا وير داز يوكي كم فروم، وير داز راجي كم فروم، وير داز سلطانة كم فروم، وير داز إيميل كم فروم، وهكذا. دا أستخدم الداز لأن هؤلاء الأشخاص اللي دا أسأل عنهم مفرد. زين أنا دا أسأل عن جمع، يعني على سبيل المثال راح ناخذ بالدرس القادم ان شاء الله السؤال عن الفواكه، على سبيل المثال الاورنجز البرتقال، البرتقال جمع، اقول وير دو اورنجز كم فروم، من اين جاء البرتقال؟ وير دو الفنتس كم فروم، من اين جاءت الفيله؟ وهكذا. اذا الدو والداز تعتمد على الاسم الذي ياتي بعدها، الاسم اللي انا دا اسال عن بلده، اذا كان مفرد اخلي له داز، واذا كان جمع اخلي له دو. هسا عرفنا شلون يسألني الأستاذ عن هؤلاء الأشخاص بداخل الصف، يعني راح يسألني يقول لي وير داز يوكي كم فروم، من أين جاء يوكي؟ هذا السؤال طلاب انتبهوا، هذا هو السؤال أنا لازم أجاوبه بطريقة قواعدية أو باستخدام جملة صحيحة. شنو هي الجملة أو شلون أكون جملة جواب عن هذا السؤال بطريقة صحيحة؟ باتباع القاعدة التالية. شو تقول؟ تقول الاسم اللي سألني عليه، يوكي أقول له يوكي، سلطانة أقول له سلطانة، إيميل أقول له إيميل، وهكذا. زائداً انتبه لنا أنا، إما comes أو come، انتبه وياي، إما comes أو come. أرجع أسألك إيش وقت أخلي comes وإيش وقت أخلي come؟ بنفس الطريقة comes اللي بيها أسم الشخص الثالث إذا كان الاسم مفرد، الكم إذا كان الاسم جمع. بنفس الطريقة مثلا سألني عن يوكي أقول له يوكي كمز، ليش قلت كمز؟ لأن الاسم اللي هو يوكي مفرد، وهكذا. إذا سألني عن الأورنجز البرتقال جمع أقول له أورنجز كم فروم، وهكذا. زائدا فروم كمز فروم أو كم فروم، زائدا انتبه لنا اسم البلد لازم تنطيه اسم البلد الصحيح. يعني هسه نرجع هنا للفقرة اللي قبلها، لازم نعرف كل شخصية من هؤلاء الشخصيات، لازم نحفظ كل شخصية من هؤلاء الشخصيات والبلد المناسب إلى. احفظ وياي إيميل، هذا الشخص منين جاي؟ راح يسأل الأستاذ داخل الصف Where does email come from؟ تقول له إيميل comes from، إيميل جاء من، منين جاني إيميل؟ من فرنسا، من فرنسا، وهكذا. سلطانة، سلطانة راح يسأل الأستاذ داخل الصف Where does سلطانة come from؟ منين جتنا سلطانة؟ تقول له سلطانة comes from Oman، وهكذا. راجي، Where does راجي come from؟ لازم تجاوب بطريقة صحيحة، تقول له راجي comes from India، راجي جاء من الهند. Where does يوكي come from؟ من جانا يوكي؟ لازم تعرف ان يوكي comes from Japan، وهكذا. هذني أسئلة شفوية يسألها الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي. جيد، حفظناها، وراها لازم تعرف شلون تجاوب بطريقة صحيحة مثل ما أخذنا بالملاحظات القواعدية. فلازم تعرف ان الاسم إذا مفرد يجي وراء comes، إذا جمعت يجي وراء كم، بالسؤال ياخذ does إذا كان مفرد ياخذ do إذا كان جمع، وهكذا.
زين هنا استاذ التقيت هاي ملاحظات قواعديه شلون تجينا بالامتحان؟ من الممكن ان تجيك بالامتحان باحدى الصيغ التاليه. شي يقول لي يوكي كمز فروم جابان، يوكي جاء من اليابان. ايش قال لي؟ قال لي اريدك تسوي لي كويستشن، هذه الجمله جمله جواب، اريدك تحول لي الى سؤال باستخدام شنو؟ باستخدام وين؟ نرجع على الملاحظه، خاف لحد الان ما حافظيها. نرجع على الملاحظه، شو تقول الملاحظه؟ وير زائد دو او داز زائد الاسم زائد كم فروم. نجي نطبق وير، اخلي الوير هذا الوير زائد شنو؟ دو او داز. اوقف استاذ، شو اخلي دو او داز؟ شوف لي الاسم اللي تريد تسال عنه مفرد لو جمع. استاذ مفرد، ايش راح تخلي له دام مفرد؟ وير داز زائد الاسم شنو؟ يوكي اللي دا اسال عنه يوكي. وير داز يوكي زائد التكمله، شنو هي التكمله؟ كام فروم، من اين جاء يوكي؟ جاوبني. قال لي يوكي كمز فروم جابان. الفقره الثانيه او المثال الاخر يقول لي وير راجي كم فروم. ايش قال لي؟ قال لي كوركت. شنو كوركت؟ صح. اجي الوير انزلها الاداه، انا اعرفها الوير شنو قاعدتها؟ وير زائد اما دو او داز. انا الاسم اللي قاسل عنه من هو؟ راجي. راجي مفرد دو جمع؟ مفرد. شو خلي المفرد؟ داز. وير داز زائد الاسم من هو الاسم؟ راجي. وير داز راجي كام فروم، من اين جاء راجي؟ النقطه الثالثه المثال الاخر يقول لي وير داز سلطانه كام فروم، منين جتني سلطانه؟ شوف هنا انتبه لي، شو يقول لي بين قوسين؟ يقول لي انصر، جاوب. يعني انا منطيك سؤال هالمره، جاوبني عن هذا السؤال. لازم تجاوب بطريقه قواعديه ومعنى صحيحه. اولا اللي سالني عنه الاسم اللي سالني عنه من هو؟ سلطانه. اذا تذكرون بالملاحظات قلنا اذا اريد نجاوب عن هذا السؤال شو نقول؟ الاسم comes او come from زائد اسم البلد. وين الاسم؟ الاسم سلطانه. اكتب سلطانه زائدا كم لو كامز، هذا مفرد، ايش اخلي له؟ اخلي له كامز زائدا فروم، كامز فروم سلطانه، كامز فروم سلطانه جاءت من، منين جتني؟ من يا بلد؟ من عمان. بقول له من فروم عمان، جاءتنا من عمان سلطانه، جتني من عمان، او البلد اللي تعود الى سلطانه هو عمان. اذا عرفنا الصيغه القواعديه للسؤال والجواب اللي يسالها الاستاذ داخل الصف كتحضير يومي، واللي تجيني بالامتحان لما يسالني يقول لي سوي لي جمله سؤال عن بلد شخص معين، او سالتك عن بلد شخص معين لازم تجاوبني بطريقه صحيحه. سجلوا هاي الملاحظات في الدفتر وحفظوها لانها مهمه جدا بالامتحان التحريري. الان ننتقل الى كتاب النشاط او الفقره المخصصه لكتاب النشاط. شو يقول لي؟ يقول لي تمرين رقم 1 which countries are the places in، منطيك صور اربع أماكن مشهورة، يقول لي هذه الأماكن بيا بلد موجودة. What are other famous places can you visit in these countries؟ وما الأماكن الأخرى المشهورة التي يمكنك زيارتها في هذا البلد؟ شوف هنا أنا على سبيل المثال الصورة الأولى، هذه الصورة بيا بلد موجودة، وهو هذا الجبل شو نسميه؟ نسميه ماونت فوجي. طبعا بعض البلدان أو بعض الأماكن اللي هو منطينياها أنا أعرفها وبعضها ما أعرف، هذا ما أعتقد عندكم معرفة به، لكن اللي بصفنا نعرفه اللي هو متحف اللوفر في باريس. هسه الآن هذا ماونت فوجي، جبل فوجي. Other places to visit، قال لك زين شنو البلدان أو الأماكن المشهورة الأخرى التي يمكن أن تجدها في اليابان؟ طبعاً هو موجود في اليابان، التي يمكن أن تجدها في اليابان. عندك أماكن أخرى يمكن أو مشهورة يمكن زيارتها في اليابان؟ أنطني إياها أو اكتب لي إياها. على سبيل المثال أقول له هيروشيما بارك، المتنزه الخاص به القنبلة هيروشيما، هذا أحد أشهر المعالم اللي موجودة باليابان، اللي المكان اللي وقعت عليه قنبلة هيروشيما، سووا له نصب تذكاري كرمز للسلام. اللي بعدها هذا المتحف أو هذا المكان شو اسمه وين موجود؟ هذا اللوفر ميوزيوم، متحف اللوفر in Paris، في مدينة باريس، تقدر تقول فرانس، في فرنسا. Other places to visit، الأماكن الأخرى اللي ممكن تزورها بهذه البلد باريس أو فرنسا، مثلا نقول له Eiffel Tower، برج إيفل، وهكذا.
هذا الصورة أو هذا المعلم الحضاري وين موجود وشنو اسمه؟ هذا المعلم احنا ماخذيه بالابتدائية لا تذكروه، اللي هو تاج محل، اللي موجود وين؟ موجود في انديا في الهند. قال لي زين شنو الأماكن الأخرى المشهورة بالهند اللي يمكن زيارتها؟ مثلا نقول له جايبور. جايبور هي واحدة من المدن الأثرية في الهند. اللي بعدها هاي الصورة الرابعة وين موجودة؟ موجودة في مسقط بدولة عمان. زين شنو الأماكن الأخرى اللي يمكن زيارتها مشهورة بعمان؟ مثلا نقول له سلطان قابوس، هو أحد الجوامع المشهورة جدا في عمان أو في دولة عمان. هذا ما يخص تمرين رقم واحد، هذا مجرد نشاط صفي، منطيني أربع صور لأربع أماكن مشهورة في أربع بلدان، يقول لك حاول تعرف شنو اسم هذا المعلم أو هذا المكان المشهور، وتنطيني مكان مشهور آخر بهذا البلد. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم في الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم اثنين، شو يقول لي؟ يقول لي find odd one out، استخرج الغريب أو استخرج الكلمة الغريبة من بين الأربع كلمات اللي أنا منطيك إياها. circle the word، حاول أن تحوط أو أشر الكلمة الخاطئة أو الكلمة الغريبة. أولاً إيش منطيني؟ منطيني جرمني، ألمانيا، إنديا، الهند، فرانس، فرنسا، وسكوتلاند، سكوتلندا. شنو الكلمة أو الدولة الغريبة من بين هؤلاء الدول؟ أكيد دولة إنديا. أستاذ ليش غريبة من بين ذني الأربعة أو بين ذني خمس بلدان؟ لأن البلدان البقية كلهن موجودات في أوروبا ما عدا الهند موجودة في آسيا. وراها قال لي pepper، فلفل، oil، زيت، cotton، قطن، vegetables، خضروات. شنو الكلمة الغريبة؟ أكيد كلمة oil. ليش أستاذ؟ لأن كلهن ذني نباتات ما عدا الأويل الزيت ليس من النباتات. rocket، صاروخ، car، سيارة، rubber، مطار، plane، طائرة. شنو الكلمة الغريبة؟ كلمة ربا، لأن هي الوحيدة المادة والبقية من أدوات التوصيل، من الآلات اللي تستخدم بالتوصيل. volcano، البركان، fort، حصن، temple، معبد، shed، كوخ. شنو الكلمة الغريبة بين هذه الكلمات؟ أكيد كلمة volcano. ليش volcano هي الكلمة الغريبة بين هذه الكلمات؟ لأن كلهن أماكن بنايات ما عدا volcano اللي هي البركان، هو ليس من البنايات. طب قبل ما انتقل للتمرين اللي بعده، هذا التمرين هو تمرين رقم 2، تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، تقريبا اهم تمرين باليونت الخامس. يجي لي السؤال الثالث اللي هو سؤال المفردات، مثل ما هو يقول لك انا منطيك اربع كلمات، استخرج الكلمه الغريبه من بين هذه الكلمات الاربعه اللي انا منطيك اياها. اللي بعدها تمرين رقم 4، listen again and draw lines from person to the country، يقول لك ارسم خط من الشخص الى البلد اللي يعود الى هذا الشخص. احنا سالنا، ابي اسالكم او ابي ادربكم اكثر على الموضوع، القواعد اللي اخذناها. من يجاوبني؟ وير داز ايميل كم فروم؟ جاوبني بطريقه صحيحه. ايميل كمز فروم فرانس، ايميل جاء من فرنسا. وير داز سلطانا كم فروم؟ سلطانا كمز فروم عمان. وير داز راجي كم فروم؟ راجي كمز فروم انديا. وير داز يوكي كم فروم؟ يوكي comes from Japan. هذا مجرد يدربني أكثر على هذول الشخصيات الأربعة اللي أخذناهم والبلدان اللي يعود إلها كل شخص من هاي الشخصيات. اللي بعدها تمرين رقم 5، يقول لي write sentences about four people، أنه بقول لك اكتب الجمل. شوف هنا دي يلح على الموضوع، دي يحاول يدربك أكثر على التعبير عن البلدان الخاصة بكل شخص. مثلا email comes from، email جاء من، منين جاء email؟ from France، من فرنسا. قال لك زين تقدر انت البقية تكمل ليها؟ مثلا هاي سلطانة، اقول له سلطانة comes from، سلطانة جاءت من عمان. بعدها هذه الشخصية راجي، اقول له راجي comes from انديا، راجي جاء من الهند. اللي بعده اللي هي شخصية يوكي، اقول له يوكي comes from Japan، يوكي جاء من اليابان. وهكذا بنستخدم جمل صحيحة قواعديا صحيحة مثل الملاحظات اللي أخذناها من البداية على مود نعبر عن البلدان الخاصة بكل شخص، مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. هسه هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري.
حاولوا تسجلوا بالكتاب النشاط وتحفظوه إملاء ومعنى. هذين الكلمات منطيك أفعال، يقول لك أريدك تنطين الباست بارتيسيبل. شنو الباست بارتيسيبل؟ التصريف الثالث لها. ما أريد الماضي، أريد الفعل التصريف الثالث اللي أخذناه بدروس سابقة ووضحنا. يعني على سبيل المثال سويم، شنو التصريف الثالث مالتها؟ سويبت، فأخلي سويبت. اللي بعدها إيت، إيت مضارع، إيت ماضي، إيتن تصريف ثالث، إيتن، وهكذا. اللي بعدها تيك، التصريف الثالث مالتها شنو؟ تيك مضارع، توك ماضي، تيكن تصريف ثالث، وهكذا. رايد يقود، رايد مضارع، رود قادة ماضي، ريدن تصريف الثالث، وهكذا. لوز يخسر، لوست بالماضي بالتصريف الثالث. رايت يكتب، ريتن بالتصريف الثالث، رايت رود ريتن ريتن، وهكذا. هير يسمع، هير سمع بالماضي بالتصريف الثالث. سي يرى، سو بالماضي، سي بالتصريف الثالث. شو يقول لي؟ يقول لك إذا لاحظت أنه أجدتك كلمة جديدة أو صارت لك كلمة جديدة بالطول من هذه الحروف المبعثرة، تقدر تقرأها؟ باكستان. باكستان هي الكلمة الجديدة اللي طلعت لي من بين هذه الحروف المبعثرة. يقول لك الكلمة الجديدة Have you ever been to this country؟ هل ذهبت إلى هذا البلد اللي هو باكستان؟ فجابه أما yes I have أو no I haven't. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس بمعلومات كثيرة، لكن كل المعلومات اللي أخذناها معلومات بسيطة جدا. تعرفنا على 4 شخصيات، لازم أعرف ذلك 4 شخصيات كل شخصية من أي بلد، لازم أعرف شلون يسأل الأستاذ بداخل الصف، شلون أقدر أجاوب عنه بطريقة صحيحة قواعديا صحيحة، ولازم أعرف كذلك شلون تجيني بالامتحان، شلون أقدر أجاوب عنها. التمارين اللي حليناها تمرين استخرج الغريب تمرين مهم جدا. التمرين اللي سوينا حليناه تحت الكلمات المبعثرة يطلب من عندي اني احول الافعال الى تصريف ثالث الى اخره. هذا ان يكون تمارين مهمة، معلومات مهمة، من الممكن الاستاذ يسألني اياها داخل الصف كتحضير يومي، يسألني اياها بالأسئلة الشفوية بالامتحان الشفوي المتعلق بالشهريات باخير السنة، او يسألني اياها بالامتحان التحرير. حاولوا سجلوا هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمة جدا وتفيدكم. ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصول.